هكذا بدأت التحضيرات لمسيرة الجمعة الرابعة للحراك على مستوى ساحتي البريد المركزي وأول ماي. استعدادات رفع فيها سقف المطالب ورفضت القرارات الرئاسية الأخيرة، ويسمو مطلب جوهري واحد: تغيير النظام. أنا نحيي الشعب الجزائري اليوم ونحيي الشباب على الأخص، ونتمنى الدولة تاعنا تكون فاهمة وتتفهم الوضع تاع الشباب. مباشرة بعد صلاة الجمعة انطلقت المسيرة السلمية، وانطلق معها حشود كبيرة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الشعب. On est là en famille avec ma mère, ma sœur, mon ami et 40 millions d'Algériens pour nous soutenir. Je peux vous dire que jamais je me suis senti autant en sécurité dans les rues d'Alger que pendant ces dernières manifestations. شعارات بمعاني مختلفة، هتافات متعددة. الكل هنا يتمسك باحترام الدستور ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون الجزائر. الانتقال السلس لن يتأتى إلا عن طريق حكومة ترأسها شخصية محايدة تحظى برضا الجميع، تدخل في مشاورات، تشكل حكومة كفاءات، تشكل حكومة ائتلافية. بعد خرجة الوزير الأول المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقناع المتظاهرين بتعهدات الرئيس السبعة، ها هو الشعب يخرج مرة أخرى محافظاً على السلمية، سلمية تتسع باتساع أرض الوطن وبشعار لا التفاف على مطالب الشعب.